كان يا مكان ايوه كان في ولد وبنت حلوين وصغيرين بيضحكوا وبيلعبوا مش حاسين ولا دريانين باللي مستخبله. باباه ومامتهم سابوهم في الغابة، والغابة مليانة ديابة ومليانة حفر ومطبات، وهم صغيرين مش هيعرفوا يدافعوا عن نفسهم. شافهم راجل حسه غريب، حظه غريب قوي. قال ذنبهم ايه؟ دول مساكين وصغيرين، خد عهد على نفسه يساعدهم ويقف جنبهم ويحميهم. ابتدى يحكي لهم حكايات محدش هيصدق. هنفضل هنا لحد الصبح. شايف اقول للناس ايه؟ محدش هيصدق. انزل تحت وامشي. البوليس، انا مبروك شحاته مبروك. ششت، في ميتين نايمين. مالك رجلي يا كابتن؟ رجلي مش قادر. مش قادر رجلي اتجزعت يا كابتن. لا يا دكتور، لا 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 لا، مش قادر يا دكتور، مش قادر. البوليس اتأخر قوي، مش عوايده، مش معنى تشكر لما بتطلبه بيجي على طول. ألو مستر مبروك، ازيك؟ كنزي حبيبتي، عاملة ايه يا حبيبتي؟ مبسوطة قوي، الجو هنا تحفة. طب يا حبيبتي استمتعي على قد ما تقدري، احتمال دي تكون آخر متعة بالنسبة لك. ايه بتقول ايه؟ الصوت بيقطع. الحمد لله انه بيقطع ويرجع، هنا في حاجات قطعت مش هترجع.
بقول لك ايه يا مستر، انا بطلب ماما مش بترد عليا. ما هو مش هينفع ترد عليكي. ليه مش هترد؟ ليه؟ ظروفها وحشه. امال هي فين؟ هي نايمه. ده بابا كمان ما بيردش على الموبايل. ما هو بابي برضو مش هينفع يرد. ليه؟ قطع شحن. مش ممكن، مش ممكن صدق يتأخر كده. أكيد حصل له حاجة، عمل حادثة بالعربية ولا اتقبض عليه. إيه القر الدكر بتاعك ده يا أخي؟ ما تفتكر لنا حاجة عدلة. ما هو مفيش غير كده يا طارق. طيب خلاص. صدق عارف إن إحنا مستنيينه في المصنع وبنجهز الواجبات عشان تتصنع، يبقى إيه بقى؟ خلاص، أنا أنزل لأقرب حتة عمار وأكلمه من تليفون عمومي عشان أعرف إيه الحكاية. أحيط سيادتكم علماً بأنني أهنئك على غبائك، لأنك لو عملت كده تليفون صدقي متراقب، الشرطة هتعرف، أي تليفون هيرن على تليفون صدقي هيتشرط. طب ما أنا عشان كده يا زكي بقول هتكلم من تليفون عمومي. ما ينفعش يا حبيبي، هناك قاهرة الشاسعة الواسعة، إنما هنا في أطراف المدينة ما ينفعش. لو اتصلت الشرطة هتعرف، هتفتش، هتيجي هنا على المصنع تقبض علينا كلنا وتلمنا ببوكس وتطلع بينا على الكوافير عشان نتزوق. فهمت؟ مش قوي يا جماعة. أنا ما صدقنا المصنع هيشتغل وهنتعشى، ده كلام. أنا بقول نستنى نص، ولو اتأخر عن نص نستنى ونص، ويا صدقي قرب ونص. ألو، أهي زياد. أهي حبيبي، عامل إيه؟ إزيك يا مستر مبروك؟ قول لي أنت أخبارك إيه وإزاي التدريبات والمعسكر؟ أنا هنا في المعسكر مستني المدرب بتاعي، وهنروح بعربية المعسكر لأقرب مستشفى عشان يجبسوا لي رجلي. ليه يا حبيبي؟ سلامة أنكلك. أصل رجلي اتلوت وأنا بتمرن. يا خبر، طب والبطولة؟ معرفش بقى يا مستر. أنا أملي في البطولة دي هيروح يا مستر خالص. ولا يهمك يا حبيبي، في داهية البطولة، المهم إنك حي، أهم حاجة تكون حي وكل حاجة ممكن تتصلح. بس يا مستر ما تقولش البابا. ها؟ حتى لو قلت له مش هيرد عليا. طيب وما تقولش الماما كمان. رخرة مش هترد عليا. انا احتمال اجي بكره على فكره. ايه ده؟ تنزل ليه؟ بتاع ايه؟ اوعى تعمل كده، مش وقته. ليه؟ يعني مش وقته خلاص يا اخي، اقعد عندك، ايه اللي يجيبك؟ ما انا هقعد اعمل ايه هنا بقى بعد رجلي ما اتكسرت؟ مش زمايلك موجودين هناك في المعسكر؟ خليك معاهم، اتفسح اي حاجه. ايوه يا مستر موجودين. اخيرا. ايه صوت السرينه ده يا مستر؟ في ايه؟ ده فيلم في التلفزيون. تتفرجوا على فيلم ايه؟ فيلم الرجل اللي اتقتل هو ومراته وابنهم في المعسكر. يلا باي باي، مع السلامه حبيبي. ايوه تشكر، مش وقت تشكر، في مصيبه سودا منقطه باسود مخططه باسود. معلش يا تشكر. منه المكان، واول ما الاسعار تيجي تبلغوني وانت ورايا. اتصلت على الفيلا 50 مره، تليفون الفيلا مرفوع من الخدمه، عمال اجرب اطلبه على الموبايل. الاول الدنيا رنه، وبعدين بيديني خارج نطاق الخدمه بعد ما مبروك قال لي انه في مصيبه. تفتكر في ايه حصل؟ اللي حصل انه مش عايز يكلمك، مش طايقك خالص. ده انت حتى اللي شدتي بايدك السماعه عشان تكلميني. لا يا ماما، انا قلبي بيقول لي ان في حاجه. أنا رولا بس إنه زعلان مني وقال لي ما هو يمشي ناحية الفيلا اللي كنت رحت له. تمام سعادتك يا باشا، تم عمل اللازم وتم إختيار السيد رئيس النيابة لمناظرة الجثتين، وسعادتك أنا موجود في المكان للتحافظ عليه. أي تعليمات سعادتك يا باشا؟ بعد إذنك، هو السيد رئيس النيابة جاي؟ أمال مين اللي هيحقق؟ هو هيحقق مع مين؟ معاك. يحقق معايا ليه؟ ده انا اللي مبلغ.
هو كده. هو في حد هنا موجود غيرك؟ في جثتين. ممنوع يا هاني. ممنوع ايه؟ راح فين؟ ممنوع ايه؟ كلميني راح فين؟ هي دي فيلا صدقي؟ ايوه هي. هو في ايه؟ في اتنين مقتولين جوه. يا نهار اسود، مين اللي قتلهم؟ لسه ما نعرفش. الو، في ايه يا مبروك؟ في مصيبه بعيد عنك. ايه اللي حصل؟ هبقى اقول لك بعدين. مفيش بعدين، قول لي دلوقتي. انت كويس؟ انا الحمد لله كويس. طب انا عايز اشوفك. لا يا مديحه، مش هينفع اقابلك دلوقتي بصراحه، مش وقت كازينوهات وكامريات والحاجات ديت. كازينوهات ايه بس يا مبروك؟ انت مش فاهمني، انا واقفه بره قدام الفيلا، جيت لك حسب الميعاد. مبروك، لو انت في ورطه ولا حاجه قول لي، انا خالي لواء شرطه. يعني انت بره الفيلا؟ طب خليكي لحظه لو سمحت يا فندم، في واحده بره ممكن تدخل؟ ما ينفعش، دي مديحه. ما ينفعش حد يخش، دي زميلة الروح بالروح. يا ابني بقولك ما ينفعش. دخلها لواء. ايه اسمها؟ ايه؟ مديحه. دخل يا ابني مديحه هاني بسرعه. حاضر يا فندم. بسرعه مديحه، هيبعت لك اهو ناس يدخلوكي. يلا طيب انا داخله. باي باي. الو، ايوه يا خالو، ازيك؟ انا كنت عايزاك في حاجه مهمه جدا. ايوه يا فندم. ايوه ايوه، كتر الف خيرك يا ست اللواء. والله انا ما كنتش عايز ازعج حضرتك، لولا ان مديحه اصرت. لا التحقيقات ما بداتش. ثانيه واحده فندم لو سمحت. سياده اللواء خال مديحه. مساء الخير يا باشا. امور لساعتك يا باشا، تحت امر سعادتك يا باشا. لا يا باشا، السيد رئيس النيابه لسه ما وصلش. امورنا يا باشا، تحت امرك يا باشا. حاضر يا باشا، حاضر. حاضر يا باشا، مع السلامه يا باشا. السلامه يا باشا، اتفضل يا مبروك بيه. مين لسه ما وصلش؟ تاني السيد رئيس النيابه. افتكرت حد تاني. شكرا. اتفضل يا باشا. السيد رئيس النيابه وصل. يا باشا، ازيك يا سيدي؟ اهلا وسهلا يا باشا. ازي صحتك؟ اهلا وسهلا. مبروك شحاته، مبروك. مدرس اول بمدرسه الانشطار النووي، وانا اللي بلغت. اتفضل. طارق، خليك انت هنا وحوصل انا واخوك رفاعي عند الفيلا، نعسعس كده ونطمن نشوف ايه اللي حصل. ايه ده؟ ايه ده؟ لا لا، انت هتسيبوني هنا لوحدي ولا ايه؟ وحدك ايه؟ اطلب بيتزا برجل الغراب كده يتسلى فيها شويه عبال ما نروح نشوف. يا سلام، هطلب بيتزا برجل الغراب؟ يعني اقعد انا وهنا نتكلم مع بعض؟ بقول لك ايه يا بردوين، ما تهزرش. لا ما تسيبونيش لوحدي. طارق احنا هنتصل بيك كل شويه. يلا. يا سلام. لا لا يا جماعه، ما تهزروا، انتوا هتسيبوني لوحدي هنا. استاذ مبروك. نعم. انت بتدي دروس للولاد بقالك قد ايه؟ بقالي شهر و12 يوم. فاكرهم باليوم؟ ايوه يا فندم، عشان القبض. مديحه دي زميلتي في المدرسه، زميلتي الروح بالروح. اهلا. اهلا. طب بعد اذن سعادتك يا باشا، ازاي الاسعاف وصل؟ اتفضل يا سيدي، اتفضل. طب في الشهر وال12 يوم دول ما خدتش بالك صافي وصدقي كانوا بيعاملوا بعض ازاي؟ احسن معامله. دول ناس ذوق جدا يا فندم، لطافة ايه وادب ايه واخلاق ايه. امال قتلها وقتل نفسه ليه؟ مش عارف اقول لك ايه، هو في حاجه بس يعني ان الله حليم وستار، واذكروا محاسن موتاكم. في ايه؟ هقول لك يمكن حاجه تفيدكم في التحقيق ولا حاجه. قول يا استاذ مبروك. صافي هانم كانت تعرف اتنين في وقت واحد، نبيل وسمير، وكانت هي اللي بتدفع لهم. اتنين رجاله؟ هما الاتنين عصافير. تعرفهم؟ لا طبعا. اساميهم ايه بالكامل؟ سمير ايه ونبيل ايه؟ بصراحة ما اعرفش. لما انت ما تعرفش عرفت المعلومة دي منين؟ ما هو يا فندم قعدوا يفتقوا البعض قدامي، هو قال لها انت بتخونيني، انت بتعرفي نبيل وسمير، وهي قالت له لا ده انت اللي عينك على بهيجة وحنان. بهيجة وحنان دول اسامي ستات؟ هما الشربات؟
وبرضه دول ما تعرفش اساميهم بالكامل؟ يا فندم معرفش، انا معرفش حاجه خالص، ده هم اللي قعدوا يفتقوا لبعض. ارجوك يا فندم، حضرتك وعدتيني ما تجيبش سيره للولاد، وخصوصا كمان حكايه قتلهم ديت، دي حاجه ممكن تدمر مستقبلهم. امال هتبرر للولاد اختفائهم بايه؟ بصراحه انا لغايه دلوقتي مش عارف اقول لهم ايه. ربنا يقدرني اني حافظ على السر ده جواه، ويقدرني كمان ان انفذ وصيه ابوهم وامهم، احافظ عليهم وارعيهم واربيهم يا رب. استنى استنى، ده انا نهار اسود، الفرقه كلها مترشقه بوليس، صدق مالوش دعوه، ده بريء. دي حاله تلبس جامده جدا، مخدرات كلها في الساعه واما بعد. طب نعمل ايه احنا دلوقتي؟ نفلسع ولا نعمل ايه؟ الله الله، ايه الناس دي كلها؟ ايه الزحمه دي؟ شبكه تمويه. يلا تمويه لينا ولا لمين بالظبط؟ ما احنا لازم نتحقق من الكلام ده. بس مفيش غير برشامه. مين برشامه ده؟ ده واد شغال مرشد مع المباحث، بس احنا مشبعينه كويس قوي، والواد ده يعرف كويس جدا لو رمش بعينه هننسفه نسف. الواد ده يوصل مشوار لغايه الاسم يتقص وبعدين يقول لنا على كل حاجه. طب مش لازم نبلغ المدرس الاول؟ ما نقدرش نبلغ المدرس الاول لان المعلومات اللي عندنا كلها ناقصه. انت نسيت نفسك واقف تحكي. يلا اهدى. يا دكتور يا رب، خير في ايه؟ ممنوع يا هان. ممنوع ايه؟ انا عايز اعرف في ايه؟ خير يا سعاده البشر، في ايه؟ البوليس ده كله، يا عربية تسعة. استنى لو سمحت، ممنوع. طب افهم بس في ايه؟ لا اله الا الله، بقول لك ممنوع. طب ايه في ايه؟ طمني بس، عربية اسعاف وبوليس. يا خرابي، ايه الجثث دي؟ ممنوع رجاله لو سمحت. طب ايه الجثث دي والنبي؟ جثة صاحب الفيلا ومراته. يا لهوي يا خرابي، يبقى جثة مبروك جوه. مبروك مين يا ست؟ مبروك خطيبي، ما بيدي درس جوه، لازم اخش اشوفه. ارجع لو سمحت، ممنوع. ارجوك يا سعادة الباشا، اشوف خطيبي بس اطمن عليه. استنى لما اسال الباشا رئيس النيابة. طب اتفضل. يا عيني عليك يا مبروك، قتلوك وانت لسه صغير من قبل ما نتجوز يا حبيبي، هتجوز مين بعدك يا مبروك؟ يا لهوي. هم كبير والله يا فندم، ربنا يستر. يا باشا، في واحدة ورا بتقول لنا خطيبه الاستاذ مبروك. تشكر؟ يا خبر، ايه مالكوا اتخضيتوا كده ليه؟ اصل يا فندم الستات بقى مخها طائق، اللي جايه ديت بتغير من ديت، وديت بتتضايق من دكهت، ودكهت بتهبش في ديت، دي شغلانه. اه ممكن ديت تدخل تستخبى في اي حته لغايه لما دكهت تيجي وتمشي. ماشي، يلا يلا خش يا مديحه. اخش فين؟ خشي في اي حته، ادخلي على المطبخ هنا. ايوه لا تيجي يا ابني. حاضر. استر يا رب، يا ساتر استر يا رب، ان شاء الله يا مبروك تكون لسه عايش يا رب. خير؟ اتفضلي يا ست. تشكر يا باشا، تشكر. ايه يا اخويا في انا واخده اذن؟ مبروك مبروك، انت كويس يا مبروك؟ الحمد لله. ده انا كنت هموت من قلقي وخوفي عليك يا مبروك، وقلقي طلع في محله. يخص عليك يا مبروك، ليه تعمل كده؟ حد يعمل العملة السودة دي؟ عمل ايه؟ اه صحيح، انا عملت ايه؟ تقتل الراجل ومراته؟ يخرب بيتك. ليه يا مبروك، دول كانوا كويسين معاك يا مبروك وزي القمر، انت بنفسك كنت بتشكر فيهم. بس بس بس، انت كده هتوديني المشنقة. وانا مالي انا؟ انت عملت كده ليه؟ صدقني ممكن اقتل بجد واجيب كرشي قدام رئيس النيابة واللي يحصل يحصل. استني استني استني، تعالي لي هنا. انت شفتيه وهو بيقتل الراجل ومراته؟ لا. هو قال لك ان هيقتلهم؟ لا الصراحه ما قاليش، لا بالتلميح ولا بالتصريح خالص. مبروك من الشخصيات اللي ممكن يقتل؟ مبروك لا طبعا، مبروك ده طيب وابن حلال، ده بيخاف من القطط. امال اتهمتيه بجريمه القتل بناء على ايه؟ لا انا ما اتهمتوش، انا بتكهن، دي كلها تكهنات. يخرب بيت تكهناتك، تكهنات ايه ديت؟ حضرتك بتبص لي كده ليه؟ خطيبتك وقادره بيك. خطيبه مين؟ دي اللي خطيبتي ولا عايز اعرفها؟ لا يا بيه انا خطيبته، ما تصدقوش، اهي الدبله اهي ومتعالي. مبروك هتفضلي طول عمرك مخطوبه، مش هتتنقل للخطوه اللي بعديها. ادي دقني اهي لو اديتك لقب متزوجه، والدبله دي مش هتتنقل في الايد دي ابدا. استنى بقول لك، تعالي لي هنا.
ايوه يا بيه. قولي لي هو حضرتك هتاخد تدي معايا في الكلام ده؟ مصدقك خلاص واحنا مخطوبين جبتي لي المشتاق، امال لما نتجوز هتجيبي لي ايه؟ وانا مالي يا اخويا وانت تعمل عملتك وترميها عليا؟ الله، هو انت خلاص كده ثبتيها؟ انا ستشكر. نعم يا بيه. انت بنيتي تكهناتك ان مبروك هو اللي قتل بناء على ايه؟ بص يا بيه، هو كان بيكلمني في التليفون وبعدين فجاه سمعت صوت حاجه جامده وقعت والخط قطع. يعني معقوله وهو بيكلمك يكون قتلهم والخط قطع؟ ايه الكلام ده؟ انا كنت بكلمها من موبايلي عادي، سمعت صوتهم في المكتب اتخضيت فسبت الموبايل واتكعبلت في تليفون البيت، اكيد الخطوط فصلت. مش يمكن تكون انت اللي فصلتها عشان تسبكها؟ يا دي النيله، انت مع مين بالظبط؟ انت فرحانه اني ممكن اقتل؟ فرحانه ايه؟ انت لا يمكن تقتل متعمد، انما تقتل غلطه. طب اقول ايه؟ اقول ايه اكتر من يخرب بيتك؟ ايه ده يا مبروك؟ الحق عليا اللي بدافع عنك. انت بتدافع عني؟ صحيح قتل متعمد فيها اعدام، انما قتل غلط فيها سجن. كويس، كتر خيرك نزلتيني من اعدام للسجن. انا ستشكر. قولي لي ازاي مبروك ممكن يقتل غلط؟ اقول لك، مش يمكن مثلا القتيل ادى مبروك بالكوع فراح مبروك متنرفز فحب يرد له بكوع من عنده فراح بيديله بكوعه، قام القتيل اتكوع على الارض، راح ماسك طوبه وضربها على راس مبروك، قام مبروك مطلع السكينه واداله بالرصاص. يا بيه ده عبيطه، اوعى تصدقها يا بيه، مين ده اللي بيموت بالكوع؟ خد بالك يا مبروك، انت عمال تشوه صورتي قدام البي وانا اللي عماله ادافع عنك، بس برضه انا هعمل باصلي. بص بقى يا سعاده الباشا، مبروك ده طيب وغلبان وهبل وعبيط ولا يمكن يقتل ابدا، بس مش عارفه هو عمل كده ليه. يا نهار اسود، اوعى تصدقها يا باشا، اوعى تسمع لها، دي ممكن تحبس اي حد، دي ممكن تحبسك انت. ما تصدقوش يا سعاده البي، اسمع مني كده. اسكتي بقى. انا ما قتلتش قبل كده، بس عايز اقتل دلوقتي، حد ينولني سكينه. الو، ايوه يا برشامة، عرفت صوتي؟ برافو عليك يا برشم، ازاي اختك حقنه؟ الحمد لله، وبقيت الاجزخانه كلها عامله العيله يعني. لا ما اقدرش اجيلك، انت عارف منطقه دار الشيفه دي؟ لا باش ما اقدرش اجيلك هناك. بقول لك يا برشامة، انا عايزك كده تستفسر لي كده على عربيات الشرطه القاطنه امام فيلا صدقي، وافدني بسرعه. سلام. هلا، ما تاخرش عليا يا برشام، انا مصدع. انتهت المكالمه. سلام. ايه؟ هيجينا بعد ساعة، والشريحة دي بخر فاعي. فرصة سعيدة يا أنسة. احنا اسعد. احنا متشكرين جدا على حسن تعاونك يا استاذ مبروك. يا فندم ما تقولش كده، احنا تحت امرك. اتفضل. استاذنك. اتفضل. انا عايز انصحك نصيحة من اخ لاخوك. امر يا فندم. لازم تخلص من خطيبتك دي في اسرع وقت. والله عندك حق، انا ان شاء الله هروح حته بعيده كده وابقى اسربها هناك، هتصرف انا بمعرفتي. يلا، انا في انتظارك في المكتب بكره ان شاء الله. اشكرك جدا يا استاذ مبروك. مع السلامه. اتفضل. الحمد لله، مبروك ان الازمه دي حصلت عشان تدوب اللي بيننا ونرجع لبعض. تشكر. بعد اذنك، انا اصلي متغاظ منك، مش عارف اقول لك ايه. لو تقدري يعني تاخدي بعضك وتتكي على الله من غير مطرود يبقى لطيف منك، انا مش عايز العيال يصحوا ابدا ويلاقوكي موجوده. لو لقوكي اكيد هيحسوا بحاجه. صحيح يا مبروك، هتقول لهم ايه؟ مش عارف، ان شاء الله ربنا يلهمني. بس ممكن انت تتكي على الله. حاضر يا حبيبي، بس مش قادرة امشي من غير ما اعمل لك كوباية ليمون تروق دمك يا حبيبي. لا لا لا، مش حاضر. بس اسمعيني، عشان انا ما خلاص اتهديت مش قادر، اتكي انت على الله. هتكل، بس اعمل لك كوباية الليمون وامشي على طول. هو المطبخ فين؟ اهو يا حبيبي. مبروك. مديحة جوه. مديحة هي اللي انقذتني، هي اللي خلت الشرطه والنيابه يعاملوني كويس، خلها اللواء وصى عليا. لا يا حبيبي، احنا مش محتاجين وصايا، لو سمحت يا ست مديحه مش عايزين.
متسرعه وشرسه وايديكي ولسانك سابقين بعض. انا هوريك ايديا ولساني. صحيح مبروك. بس 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 الحق عليها، دي اخلاقها زي الفل، معدنها اصيل، ما رضتش تفتن عليك وتقولي انك كلت خدها لكل الزملاء. ايوه، وكمان ما رضتش اعمل لك محضر مع ان خالي اللواء قال لي شاوري بصباعك وانا اوديها لك في داهيه. ما شاورتيش ليه؟ قلت له في النهايه دي زميله وانا عارفه انها متخلفه علشان كده عذروها. انت انا استنى واجع معاك تروفش تطلع. ايوه اهدي اهدي بس بس تعالي ودي حته. لا ما تعالى انتوا الاثنين. لا اتفضلي كل واحد على بيتها. يلا اتفضلي انت اجي اول. طيب الليلة دي مصيبة يا بردوين، مصيبة. اهدى رفاعي بس عشان نفكر. بص يا رفاعي، دلوقتي احنا هنكتب ايميل لسميحة ونكتب فيه الآتي، لأن طبعا المدرس الأول بيفتح الايميل بتاع سميحة وبيقرأ فيه كل المكتوب. اكتب. قول. سميحة شباشب زوجاتي المصون. زوجاتي المصون وحشتيني جدا. هو جواب غرام يا بردوين. سميحة شباشب كتبناه. لقد أفادنا برشامة بأن صدقي وصافي ماتوا في الفيلا ولا نعرف القتل صناعيا أو طبيعيا، والشرطة والنيابة تمكث في الفيلا جارية التحقيق. وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام. يا عزيزتي سنت علمنا أن صافي وصدقي ماتوا عن طريق برشامة، ولا نعرف ماتوا طبيعي أو صناعي، والفيلا والشرطة أفيدونا فنحن في حوسجة شديدة مع فائق الاحترام بردويل. صافي وصدقي، يا نهار اسود. خد يا ابني، لسه قدامنا السهرة طويلة، عايزين نصحصح. قوم سيادتك يا فندم. مساء الخير يا فندم. أهلا يا جلال، اتفضل. أنا ساعدتك من عايز النوم. نوم إيه يا راجل؟ ده أنا لسه هحط دماغي على المخدة. مش مهم، المهم إن جهاز مكافحة المخدرات كله صح. طبعا يا فندم. قتل صدقي صافي وانتحاره ده بوظ لنا كل خططنا في القبض على العصابة. لما العقيد حسن صحاني على خبر قتل صدق صافي وانتحاره، لقيته مش مجمع وبيلف حوالين نفسه. طبعا يا فندم، كنا خلاص يوم ولا اتنين وهنقبض عليكم، كده هنضطر نبتدي من الاول خالص. طب والعقيد حسن فين دلوقتي؟ بيكتب تقرير عن اللي حصل. انت اللي كنت في الفيلا اللي قصادهم بتراقبه؟ ايوه يا فندم، كانت ورديتي. كنت قاعد قدام الشباك براقب الفيلا من ورا الستاره. اول ما سمعت صوت ضرب النار رحت متصل بحسن بيه على طول. عارف يا جلال، طول خدمتي في مكافحه المخدرات ما شفتش تاجر مخدرات مات موتة طبيعية، كله اما مقتول او منتحر او موتة بشعة. انتقام ربنا بقى سعادتك. انتقام ربنا فعلا. قول لي ايه اخبار مبروك؟ ما هو اللي بلغ، وحسن بيه بيبني خطته الجديدة بناء على مبروك. مبروك ده راجل محترم وشريف، واهم حاجة فيه انه ايجابي. في ناس كتيرة محترمين وشرفة لكن مش ايجابيين، بيشوفوا المصايب بتحصل قدام عينيهم ويعملوا مش واخدين بالهم. مبروك مش كده. وده اللي عاجبني فيه، انه ما سكتش عن خميس وسيد السباك اللي حاولوا يجرجروا له تجاره المخدرات. حسن بيه. اهلا يا حسن. مساء الخير يا باشا. اتفضل. اهلا يا حسن باشا. ده تقرير يا فندم. جهاز المساعدات الفنيه هيكون وراك على طول بالاجهزه اللازمه. يلا ربنا يوفقك يا حسن. العمليه كلها بتتوقف على النجاح. مبروك يا فندم. البركه فيك بقى يا حسن، شكله وتدربه وتجهزه للعمليه الثقيله اللي هيقوم بيها. والله يا فندم انا مش عارف رد فعله هيبقى ايه لما يعرف ان انا الضابط حسن ابراهيم من السيد كومبينيشن السباك. ربنا يستر يا باشا. بعد اذنك.
السيد كومبريشن؟ يا سيد ايه اللي جابك دلوقتي؟ سيد مش وقته. ايه ده؟ انت عرفت ازاي ان انا هنا؟ سيد انت عرفت ازاي الفيلا دي؟ العنوان اصلا اللي... ايه سيد؟ ايه يا سيد في ايه؟ يا مبروك انت ناسي انك شريكي والشريك لازم يعرف كل حاجة عن شريكه. يعني انت بترقبني يا سيد؟ طيب بص هو اصل مش وقته خالص دلوقتي اي حاجة، اصل النهاردة بالذات يعني صاحب البيت وصاحبة البيت بعيد عنك ماتوا. سيد في لبش وبوليس وبلاوي زرقاء وتحقيقات، اتكل انت على الله. مبروك. انا جاي عشان الومك وعاتبك. تعاتبني كده برضو تبلغ عني مباحث مكافحه المخدرات؟ انا بلغ عنك انت يا سيد؟ ده انت صاحبي واخويا، انا اعمل كده؟ مين اللي فاهمك؟ مين يا سيد؟ انت فعلا بلغت عني، واللي قال لي كده سياده اللواء بنفسه. مين اللواء ده؟ رئيس مباحث المكافحه. هم قبضوا عليك وفهموك ان انا اللي وجرجروك في صدقتهم؟ ها صدقتهم ليه كده سيد؟ رئيس مباحث المكافحة ده يبقى الرئيس بتاعي. شريكك؟ يا دميلة ده لازم ابلغ عنه. وده انا ابلغ عنه مين ده؟ مبروك. احب اعرفك بنفسي. نعم انا العقيد حسن ابراهيم من مباحث مكافحة المخدرات. يا سيد ده وقته يا سيد، الله يخرب بيتك. ايه يا سيد في ايه؟ انت ليه مش مصدقني؟ بقول لك انا العقيد حسن ابراهيم من مباحث مكافحة المخدرات، بس على فكرة انا سعيد بيك جدا. سيد انت جاي تحكي؟ بقول لك يوم ما يعلم بيه الا ربنا. عارف انا سعيد بيك ليه؟ ليه؟ لانك بلغت عني. دي وشاية. عارف ده معناه ايه؟ معناه انك مواطن شريف وبتحب بلدك. ها؟ انا عارف انك هتبقى متلخبط، انت معذور، وانا حاسس ان ده هيكون رد فعلك فعلا. بص يا مبروك. وكمان ضرب كارنيه سيد؟ يا ابني مفيش سيد. ايوه خلاص، في حسن. انت ليه تصرفت كده؟ صرحني، اوعى تكون مصدق ان انا بلغت عنك بجد. سيد ده كان مرحله عشان اقرب منك واعرف عنك كل حاجه، وعملتك خدعه في انك تتاجر في المخدرات ونجحت فيها وبجداره. خلص، هات من الاخر يا سيد، عايز ايه؟ يا ابني مفيش سيد، في العقيد حسن ابراهيم، هات الكارنيه ده. فاكر اليوم اللي تشكر بلغت فيه انك بتحشش وجات عربية الشرطة خدتك؟ فاكر. كان في مخبر، المخبر ده كان مراقبنا واتصل بالظابط، علشان كده الظابط نزلنا من البوكس انا وانت، صح؟ ايوه صح. وانا كنت بسأل نفسي هو سابنا ليه؟ يعني انت عايز تفهمني ان من ساعتها وانت العقيد حسن ابراهيم؟ مبروك يا عيش يا تشكر تحيا يا قلق وجاني من كل ناحية، وعيال عيني عليهم صحية. قلق وجاني من كل ناحية والله، وعيال عيني عليهم صحية. دول في عيني يا دعوة بيجيلو يمين.
قلب والله من بدري على ده الحال. لو راح الشغل يجي له في الشغل، وين رحت الجيم يقوم ويهم. لو راح الشغل يجي له في الشغل، وين رحت الجيم يقوم ويهم. انت بقى يحلها حلال، انت بقى يحلها حلال، انت بقى يحلها حلال. مبروك. صدق جالي قلق. يا بنت كريم يا رب. تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.